الجهاز ده مكون من وحده التسخين اللي بتعطينا البخار، اي كميه بخار تبغى تاخذها، طبعا هذه هي الجزء الخاص بالبخار، وبتعبي طبعا البخار المويه من هنا 2 لتر ونص، اقصى شيء 4 لتر ونص. بعد كده الجزء ده اللي هو اللي بيشفط السوائل في السياره، عندك 3 مواطير للشفط. الجزء الثاني اللي هو جزء الرش الشامبو، هذا بيشيل 30 لتر شامبو، وبيدينا ايش؟ الرش بهذه الطريقه من هنا من المسدس هذا. فانت تقدر ترش شامبو، وتقدر ترش بخار، وتقدر تشفط في نفس الوقت. وبعدين هي عربيه متحركه سهله الحركه، ممكن تكون داخليه ممكن تكون. والجهاز متوفر بخار مع مكنسه، او بخار وشامبو ومكنسه، فعندك ايه الخيار اللي انت تبغاه. هذا الجهاز متخصص في غسيل الكراسي بالشامبو البارد، بتعمل كده ترش الشامبو بيعطيك رش كامل للشامبو. بعد ما ترش الشامبو بتنتظر شويه، بعد كده تشتغل ايه بالبخار. الشامبو مخلوط مع مزيل بقع وتتركه فتره معينه على الكرسي. بعد كده ايش بتعمل؟ بتيجي بعمليه التسخين، بتفتح البخار، بتسخن بالبخار، هذا بخار، ها نبدا عمليه التسخين بالبخار، بتضرب البقع لو في حتى البان لو في اي حاجه. الحاجه الثانيه بنشغل الشفاط، عمليه الشفط، شوف كده شوف كده شوف الشفاط يعني خليني اروح انت الشفاط هنا شوف كده إذا في بقعة مستعصية ولا شيء بنعطيها كمان شوية بخار ونجي نسكت. هنا مثلا شوف كيف، ها ها المسدس يطلع بخار حار جدا، يذوب كل الشعوب كل الاوساخ. طبعا انت بالاول بترش الشامبو مخلوط مع يجيب البقع تجيب لمده دقيقه او دقيقتين، بعدين تشتغل بالبخار، البخار يفكك كل اجزاء البقع. بعد كده تجي المغلسه، المغلسه هذه مع طورين قوية بالسحب والشق. Thank you.
طبعا هذا الجهاز هنا الازرق هذا جهاز غسيل بخار كهرباء من غير ديزل، يشتغل بالكهرباء، وفي منه غسيل ضغط عالي حار بارد، وهذا جهاز لغسيل السيارة برضه بالبخار، وهنا جهاز متخصص للرغوة الكريستالية اللي لونه احمر، هذا جهاز ضغط عالي يخرج زي ما احنا شايفين المسدس حقه ويخرج رغوة كريستالية. طبعا في منه هذا الجهاز يدي حار بارد، وهذا جهاز رغوة كريستالية جنبه بارد فقط، وهذا اللي جنبه هنا جهاز رغوة كريستالية اثنين مسدس حار بارد.